علشان نفهم كويس قوي الفرق بين الكونتينيوس والديسكريت، خلينا نتكلم على السامبلينج. السامبلينج اللي بيحصل فيه احنا بنعمل conversion from continuous to discrete time. اوكي، فبدل ما كان عندي السيجنال بتاعتنا الاصليه شكلها كده اللي هي continuous بالشكل ده اللي هي x of t، لا ده انا هعرفها عند نقط محدده، عند زيرو، عند تي اس، عند 2 تي اس، عند 3 تي اس، وهكذا. يعني هاخد يعني sampling period محدده تي اس، واخد المالتيبلز بتوع التي اس دول، هم دول بس اللي اعرف عندهم السيجنال. يعني السيجنال بتاعتي هي تبقى عباره عن النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي النقطه دي والنقطه دي. النقطه دي نفسها ما حدش قال ان هي لها يعني لازم تاخد مجموعه من الليفلز او تبقى موجوده في مجموعه من الليفلز، لا اكشوالي النقطه دي اللي هي القيمه بتاعت النقطه دي مثلا دي عباره عن ريل فاليو. ريل فاليو معناها الريزولوشن بتاعتها انفينيتي. اوكي، فعشان كده السيجنال بتاعتنا اللي هي عباره عن النقطه دي والنقطه دي وهكذا والنقطه دي وهكذا والنقطه دي والنقطه دي بسميها ديسكريت سيجنال، علشان هي بيسيكلي عباره عن خدت السيجنال بتاعتي في التايم خليتها ديسكريت بس لسه الامبليتيود بتاعها كونتينوس. طيب عشان احولها بقى لديجيتال فورم، لا بحتاج اعمل حاجه بقى مختلفه، بحتاج اعمل حاجه بسميها كوانتايزيشن او كودنج. يعني ايه كوانتايزيشن او كودنج؟ يعني كل واحده من الليفلز دي ما بسمحش ان هي تاخد اي فاليو، لا ده انا بقول ان في عندي مجموعه من الديسكريت ليفلز كده، يعني لازم ان هي تاخد واحده منهم، ولو كان هي مش بتاخد واحده منهم لا ده يعني لازم اقربها لواحده منهم. فهاخد مثلا الستاب بتاعتي اخدها مثلا دلتا اوفر 2 مثلا فرضا. اوكي، فمعنى كده عندي في هنا في الـ في الـ في البوزيتيف دايركشن ده في عندي 2 ليفلز، وفي النيجاتيف دايركشن في 2 ليفلز، وفي طبعا الزيرو. اوكي، فمعنى كده هنا مثلا النقطه دي اوكي ممكن اقربها انها تبقى ناقص دلتا على 2. اوكي، النقطه دي اقربها انها تبقى هنا، النقطه دي هي اوريدي قريبه من ايه، من الدلتا على 2 ناقص دلتا على 2، النقطه دي ممكن ان انا اقول برضو انها تبقى ناقص دلتا على 2. ونفس الكلام هنا تبقى قريبه مثلا انها تكون زيرو. اوكي، فطبعا زي ما احنا شايفين الحاجه اللي احنا بنعملها في كوانتايزيشن دايما بيبقى فيه ايرور. المسافه اللي انا يعني مثلا خدت المسافه دي مثلا، المسافه دي انا اعتبرت النقطه دي هي نفسها كده مكانها هنا. اوكي، فمعنى كده المسافه من هنا لغايه هنا ده بيعتبر ايرور، بيعتبر كوانتايزيشن ايرور. اوكي، فالكوانتايزيشن حقيقه بيقلل لي او بيخلي لي الكواليتي بتاعت السيجنال بتاعتي ما تبقاش بهاي فايدلتي. لو انا عملته بشكل بنمبر اوف ليفلز ما هواش كفايه بيعمل لي ايرور، والايرور ده بيبقى مسموع وواضح. اوكي، فدي حاجه في غايه الاهميه ان احنا هاو تو تشوز النمبر اوف ليفلز عشان يسمح لنا ان احنا الكواليتي بتاعتنا تبقى اولموست ايدنتيكال للحاجه الاصليه او براكتيكال ايدنتيكال للحاجه الاصليه.